ممتاز ممتاز حالنا زي حال كل الناس في هذا الحرب. كنا بنصلي في صلاة العشاء وهنا قرروا احتلال المجرم يكسف بيتنا. لحظات أجزاء من الثانية كنا يعني المفروض سجدين ركعين في الصلاة إلا سنة تحت الرادار، نفس مش قادرين نرفعه، صراخ مش قادرين نطلعه يعني. والحمد لله يعني ما في أهل الخير وأهلنا وجيراننا بدوا يطلعوا فينا، طلعونا ودونا على المستشفى. صرنا المستشفى فيش إمكانيات، يعني إحنا فينا كسور حروق، أهلي حروقهم مش بسيطة، 85-75% مفروض يقعدوا في بيئة معقمة. اطمن على البلاط، فيش إمكانيات، أنا كسور في الحوض، كسور في الرجلين، مفروض سرير على البلاط محطوطة، أصرخ من الوجع، فيش إمكانيات يعني. إيش ما نعمل؟ جروحي في رجلي عميقة يعني، فيش إمكانيات، فيش هذا، لدرجة إنه جروح بدها تتعفن، نجري، ندور، فيش إمكانيات يعني. هاي أهلي اللي كان ممكن فرصة يعيشوا، بابا وماما كانت الاثنين، سيدي أخوي الصغير 5 سنين كان أحسن واحد فينا، كان واقف كان يحكي، بس عنده حساسية من الأدوية، كلش مضاد للحساسية، استشهد بابا، استشهد ماما، قلت الإمكانيات يعني. هيني أنا صار في المستشفى، وضع صعب، البنج مش كتير متوفر يعني، معظم العمليات كانت بدون بنج. إيش ما نقول، الحمد لله على كل حال يعني. إحنا أجينا على المستشفى 8 أشخاص، 8 كانوا مصابين مع قلة الإمكانيات وما فيش أي علاج، ما فيش أي حتى يعني الغرف مجهزة لناس محروقة، ما فيش. فأدنى 6 ضايلي بنتين هدول، على مدار أسبوع كانت حالتهم بتذوق، هم أجوا كلهم بيحكوا بيطمنوا على بعض، بيسألني عن أخوه، بيسألني عن أبوه، بيسألني عمتي عن جوزها، جوزها بيسأل عنها. فعلا هذا اللي كان بيصير، بس خلال أسبوع كانت حالتهم كل يوم بتسوق، لغاية ما فقدنا 6، الجد، الأب، الأم، أبنائهم 3، ضل هدول البنتين وفي بنت مصابة كمان يعني، بس مش موجودة حاليا. كانت الحروق بنسبة 65%، بس الحمد لله يعني تحسن الوضع، وكان مكان الحروق إيديا ورجليا ووشي كله وظهري. انا كنت اتمنى اني اطلع برا، بس لما سكر المعبر بطل في اي امل، بس يعني ان شاء الله فتح المعبر نقدر نطلع نتعالج برا.